بس ما انت شو عم تحكي؟ جناتي؟ نور لا تفهميني غلط، هدول البنات مثل اخواتي واكثر. بس خلص لا تكملي. بصراحة انا من حقي اعرف مع مين عايشة، ابوكي قال لي كلام عن هدول البنات غير هيك تماما. لكن اسمع، انا ما بسمح لك تحكي عن لبنى ولا عن اي وحدة من البنات، عم تسمعيني؟ انا ما عم بحكي عن حدا، انا هذا الكلام هو اللي سمعته. ليكي حبيبتي، البنات خط احمر، لا تقربي عليهم بنوم. بعدين نحن ما بنتنصت على بعض، انت كيف عم تتنصتي عليهم؟ ومين قال لك اني كنت عم بتنصت؟ انا كنت فايته على المطبخ وهي صوتها كان عالي، شو سد ادني شو اعمل؟ اي والله، يفضل المره الجايه تسدي ادنيكي بيكون احسن. ايه 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 اهلين هزار. معقوله يا نونو؟ معقوله انت قاعده بالبيت والمي عم تمشي من تحت رجليكي؟ خير شو في؟ لك قال خير شو في؟ يا طلعت مخبايه بثياب وطلعت سلاله، ما معقول ما معقول، كلياتنا مخدوعين فيها. هزار عن مين عم تحكي؟ فهميني شو القصه؟ عن مين يعني بدي احكي؟ ما عرفتي عن مين بدي احكي؟ اهلين جارتنا والله. لكن نونو الجو صار كله عواصف واعاصير وانا هذا بيخنقني بيخنقني. تعي نحكي مع بعض لحالنا. تعي لحظه لسكر الباب. تفضلي. منيح اللي بعدتي. تعي نحكي. ما معقول الغلاظه يا شو يعني هي؟ بلطت بلطت استقريت يعني؟ هزار خلص شيلينا من نسمه. بس انت عن مين كنتي عم تحكي؟ ومين هاي اللي مخبايه بثيابها؟ لبنى. شو؟ ما تستغربي ما تستغربي، انا مثلك هيك استغربت. يا مو معقوله هي البنت، مو معقول شو مخبايه بثيابها، انا شفتها بعيوني اللي بده ياكلهم الدود. انت شو عم تخبصي؟ يا الله يا نونو مو معقول مو معقول، شو جقرة؟ لك مو انه خلته ينزلها بعيد شوي عن البنايه؟ لا عادي، اجت قدام باب البنايه ونزلت من هالسياره الشبح ومع شاب بيطير ضبانات العقل، طول عرض بياض عيون شرطة العين هيك، الرموش هيك المقلوبة، شعر أسود بياخد العقل. منين متعرف عليه؟ ما بعرف. هزار لبنى نايمة جوا بغرفتها. نايمة جوا بالغرفة؟ أشو شايفة بمنامي أنا؟ يخرب بيته على هالجمال، يا ريت هيك قدري شوي بيشبهوا الحظ. نظام الاتهام العام وبهيت أخذوا منظم التشريعات الحديثة فتضعوا سلطة الملاحقة. شو وين لبنى؟ ما بعرف. شو يعني ما بتعرفي؟ طلعت من شوي. لوين راحت؟ ما بعرف. أساساً هي طلعت مستعجلة. ليش نور في شي؟ لا لا ما في شي، سلامتك. البحث الثاني. والله وطلعت ابن حلالك يا حسان. طولي بالك يا لبنى، سنة واحدة ورح خلي البلد كلياتها تحكي عليك. تحكي عنك. بس أنا بصراحة ماني كتير متفائلة. ليش؟ ليش يا لبنى؟ ما فيها شيء. إيه أنا إذا بدك تصورني بكاميرا موبايل بتلبك، كيف إذا بدي وقف قدام الكاميرا ومثل؟ يعني دخلك هالممثلات اللي عم ياخذوا أدوار بشو أحسن منك؟ كلياتها 10 مشاهد مرئي لي إياهم الله يرضى عليك. والله ماني عرفانة شلون قدرت تقنعني. أنا مثل آخرتي. شو بدي اقول للصبايا؟ لك شو بدي اقول لاهلي صحي؟ شو بدك تقولي لهم يعني؟ رزقه واجتك شو بتكبيها؟ لا ما هي المشكله، رزقه ما بتنكب. بعدين لا تنسي انت مدعومه من صديقه مساعد المخرج شخصيا، يعني انا الكل بالكل. عن جد؟ طبعا. والله برافو عليك لك يا حسان، مع انك كنت اكسل واحد بالمدرسه، قديش اكل مصادر لانك ما انك كاتب وظايفك؟ اسال الله. ايه يا عزيزتي وصلنا نحن، شايفه هذا المدخل الطابق الاول، بتنزلي بتسالي عن ابو احمد. ليش مالك رح تنزل معي؟ لا حسان الله يوفقك ما تخليني انزل لحالي، انا بتلبك كثير بخاف. عزيزتي انا ما في داعي اني انزل معك يا لبنى، خلص انزلي اعملي مثل ما عم اقول لك، اسالي عن ابو احمد وقولي له انك من قبلي شخصيا. تمام ماشي الحال. خاطرك